تتنافس دور النشر والوزارات والجامعات للحصول على مساحة بمعارض الكتاب. الغريب أن تحصل مؤسسة تابعة لوزارة التعليم العالي على مساحة بالجناح المركزي للمعرض الدولي للكتاب، لكنها لا تعطي أهمية للحدث، ويبدو أنها لا تجد جدوى من مشاركتها بالمعرض. هاجر، أنت لست شجرة. تجاوز أن يكون كتابة حائطية أو اسم صفحة بالفيسبوك. العنوان لكتاب يحقق أعلى المبيعات بدار المثقف على هامش الطبعة 22 للمعرض الدولي للكتاب. الكتاب يعني حقق مبيعات خيالية في اليوم الأول اليوم الثاني، ولحد ساعة ما زال طلب عليه فيه طالبات بزاف. ديجا كاين إنسان نقدم له تحياتي عبر قناة تاعكم، وصل لهنا على 5 تاع الصباح من ولاية معسكر، والكتاب ديجا وصل، راه كاين في لندن. حميد مسعودي سبق وأن صرح لقناة نوميديا أن محافظته تتطلع لمليوني زائر، لكن يبدو أن الرقم تحقق لكن لأصحاب الأكل السريع المتاخمين لموقع صفيكس.